سيارات فاخرة وفيلا فخمة ودخل سنوي لا يصدق، ثروة أحمد حسن وزينب بالأرقام. حقق اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب شهرة كبيرة من خلال قناتهما على يوتيوب، ولكن الأهم من الشهرة هي الثروة الكبيرة التي تكونت لديهما نتيجة الدخل المرتفع الذي تدره القناة عليهما. في فيديوهات سابقة عرض الثنائي سيارتهما الجديدة من نوع مرسيدس، والتي وصفاها بأنها نادرة بسبب لونها الأصفر، فضلا عن فيلا فخمة يقيمان بها في كومباوند يقع على الطريق الدائري، والذي تم فيه القبض عليهما بعد الفيديو المسيء الذي تسبب في ضجة كبيرة. القناة تأسست في سبتمبر 2015 إلى جانب حساباتهما الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يحرصان من خلالها على نشر العديد من تفاصيل حياتهما اليومية. وقد أكد إعلاميون أن أرباح الزوجين أحمد حسن وزينب من موقع اليوتيوب قد تصل إلى 5,100,000 دولار سنويا، حيث تخطى عدد المشتركين في القناة 3 ملايين شخص، وهو ما يمنحهما نسبة مشاهدة مرتفعة. متوسط الأرباح الشهرية للقناة وفق إعلاميين تبدأ من 27,000 دولار وتصل إلى 5 ملايين دولار سنويا في الحالة القصوى من المشاهدة، مشيرين إلى أن المتوسط اليومي كان بين 455 دولارا إلى 11,000 دولار، وذلك قبل ولادة ابنتهما، ثم تحول إلى 700 دولار وقد يصل إلى 19,000 دولار كحد أقصى.